القانون كيعطي الاستثناء. الآن الاستثناء أصبح هو القاعدة، لأن سنويا حسب الإحصاءات اللي كتعطي وزارة العدل العدد كيترفع. ولكن في نفس الوقت القانون راه بوحدو راه ما يحلش المشكل، كيخصنا نشتغلوا على جهات أخرى. أولا شنو هي الأسباب ديال تزويج القاصرات؟ كتكون الفقر، الجهل، الأمية، وكاين القضية ديال الاستثناءات فعلا كتكون في بعض الأوساط اللي هي مكونة إلى آخره وميسورة، ولكن كتكون الأمر الواقع، الأمر الواقع ماشي كلشي كيعملوا. إذا المدافعين على هذا الشيء كيقول لك لا، حيت كيكونوا تجوجوا باغين يتزوجوا كيعملونا أمام الأمر الواقع، واش غنخليهم بلا زواج؟ هذوك راه فئة قليلة. أما الفئة اللي كيتزوجوا فعلا وهما قاصرات كيرغموا عليهم، كاين الفقر، كاين الأمية، كاين عدة عوامل. هناك بعض الدول اللي جعلت الإذن كيتعطى من طرف رئيس الدولة باش ما كتبقاش القضية سهلة، أنه حنا عندنا ثقة في القاضي، ولكن دابا ما بقاش استثناء، دابا ولات هي العادي، أنه فتيات 15 عام 16 عام. ملي كنصلحوا ملي كنعموا التعليم وكنصهروا على ديك الطفلة أنها تمشي للمدرسة، ما غيبقاش عندها الوقت باش تفكر في الزواج. ملي تكون الأسرة ديالها عندها مدخول، ما غاديش يفكروا أنهم يتفكوا منها ويجوجوها بشي واحد باش يصرف عليها. إذا هي قضية متشابكة اللي كيخص العمل على العقليات وعلى عدة جوانب بالإضافة إلى القانون طبعاً.